السلام عليكم. حنا السكينه ديال ابو خالف العرفان واحد. حنا حدا المحكمه ديال الاستئناف على القضيه ديال هذوك ديال الدعاره. دابا حنا كنا في الجلسه، دابا كينكروا مايا، كينكروا داكشي كامل اللي كانوا كيمارسوه، كينكروا. نطلبوا الله تعالى وتبارك، نطلبوا العداله زعما تاخذ القضاء، ياخذ المجرى ديالو في يعني في الصالح ديالنا ان شاء الله يا ربي، باش ما يخرجوش عاوتاني يمارسوا علينا عاوتاني بحال اللي خرجوا، شحال هذه كانوا دخلوا للحبس وخرجوا وعاوتاني ولاو يمارسوا نفس عاوتاني نفس يعني نفس المشكل. دابا نطلبوا الله تعالى وتبارك ياخذ ان شاء الله يا ربي القضاء، ياخذ بالعين الاعتبار يعني هاد القضيه. وحنا دابا باقيين كنتعرضوا للتهديدات، الجيران دابا كيتعرضوا للتهديدات، كان باقي العائله ديالهم كيدوروا تما، ودابا هما الا خرجوا ولا شي حاجه راه غيوليو يمارسوا نفس يعني نفس القضيه. وكيتصلوا بكم بالتليفون؟ كيتصلوا بينا بالتليفونات، كيهدونا. وحنايا حنا ما غاديش نسكتوا، حنا ما غاديش نسكتوا على الحق ديالنا. حنا خصنا ضروري ان شاء الله يا ربي يكون الحكم في الصالح ديالنا حنايا، باش ما يبعدوا مننا، ما يبقاوش يهدونا ويبعدوا من ديك الحومه. ما خصناش حنايا، المهم دابا الحومه حنايا راه تنقت، راه مزيانه، حيدوا ديك البنات اللي كانوا تما، اللي كانوا مشمكرين واللي كانوا كيخسروا الهضره. دابا حنا ملي كنا في الجلسه، دابا هما نكروا داكشي اللي كانوا كيتاجروا فيه، نكروا داكشي ديال المخدرات وديك الممارسه ديال الدعاره. كيقولوا لكم ما كاين حتى شي حاجه، زعما هاد الناس راه ما كيحشموشي، وحنا سينين وحنا كنعيشوا ديك الماساه هذيك حدا عينانا. وكانوا حتى الدراري ديال المدرسه كانوا حتى هما كانوا كيجروهم من عندهم، ديك البنات اللي كانوا كيكونوا جالسين تمايا القصيرات، هذيك البنات القصيرات. المهم هما نكروا داكشي هذا كامل، يعني حتى القصيرات كانوا كيشتغلوا معاهم. حتى ديك القصيرات اللي كانوا كيدوزوا من المدرسه، الاطفال من هادو من زياتين كيقراو في ديك الاعداديات اللي تمايا، كاملين حتى هما كانوا كيتعرضوا لهذا التغرير. كيقولوا لهم علاش انتم كتقراو، اجوا خدموا معانا، اجي هذا. دابا هادو دابا هنا في المحكمه في القاعه دابا كنا نكروا كل شيء، كيقولوا داك الشيء هذا كامل ما كاينش، وحنا سينين وحنا ساكتين، سينين وحنا كنشوفوا حدا عينانا. يعني وكانوا عينتوا هذا الشيء؟ احنا عشنا هذا الشيء هذايا اعوام واعوام، حنا كنشوفوا داك الشيء. كانوا يعني استعمروا لنا الحومه بالسطوحه ديالها، بالزناقي ديالها، كان واحد الحاله يرثى لها. دابا الحمد لله داك الشيء هذاك راه تحيد، وحنا نطلبوا الله غير يبعدوا علينا هذا المنكر هذايا، ونطلبوا الله تعالى وتبارك ينصرنا على الحق. حنا بغينا غير يبعدوا منا، كيهدونا حيت هما عصابه كبيره، هما كيهدونا دائما. حنا باقيين دابا كنتعرضوا للتهديدات، وكيعيطوا ما عرف منين كيجيبوا، كيدبروا النوامر وكيعيطوا لنا. حنا بغينا نعرفوا هاد النوامر منين كيجيبوهم، كيهدونا الجيران كاملين كيتهدوا. يعني هما عصابه، هما يدم طويله، عصابه كبيره. ما فهمناش هاد الناس هذا مايا شنو تحت الراس ديالهم. حنا كنطلبوا من العداله تاخذ الاجراءات ديالها اللازمه، هادشي اللي كنطلب. دابا باقيين صراحة الله ما عارفين حتى شي حاجه، نطلبوا الله القضاء ياخذوا زعما في الانصاف زعما اتجاه ديالنا حنايا، يشوفوا من الحاله ديالنا. حنا السكان كنعانيو حنايا، حنا هاد الناس يعني ضرونا بزاف، ضرونا نفسيا ومعنويا وكل شيء، ضرونا العائله ديالنا صراحه الله تعدوا علينا فوق القياس. حنا نطلبوا الله يبعدوا مننا. نهار اللي تحكموا في المحكمه، وحده من ديك البراهج ديال بنتها طارت على وحده، طار جوج عاد ضرباتها، وعاوتاني منين خرجنا في الشارع عاود ضربتها بالسياره. كتعاد ضربنا خمسه بينا بعدا، وجوج بعدا كانوا مشاو يا ربي معاهم وصافي، يا ربي معاهم اللي احنا اللي قريبين عليهم جريناهم. وحنا باقيين دابا الان حنا باقيين كنتعرضوا للتهديدات. واش رفعتوا شكايه بالنسبه للتهديدات؟ شكايه رفعنا الشكايات، وباقيين نعرفوا على الشكايه ان شاء الله يا ربي. الا بقاو في هذه الحاله هذه باقيين نعرفوا على الشكايات، ما نسكتوش احنا على الحق ديالنا نهائيا. وشنو المطلب الاخير دابا بالنسبه لكم؟ احنا المطلب الاخير تنصفنا العداله، صافي احنا العداله تنصفنا، صافي هادشي اللي كنطلبوا. نطلبوا الحق ديالنا حنايا، ما نبقاوش نتعرضوا لهاد التهديدات ويبعدوا مننا، صافي يبعدوا لنا من الحومه ديالنا ويبعدوا منا، نبقاو نعيشوا هانيين لا حنا ولا وليداتنا ولا وليدات الحومه كاملين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.